الصحابة قال أهل العلم إنها هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع زمنا يسيرا، هذا هو الاستحارة، وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة من حيث الرائحة ومن حيث السخونة ومن حيث اللون. فقد قال العلماء رحمهم الله إن دم الحيض يمتاز عن دم الاستحارة بهذه الأمور الثلاثة: اللون، والثاني الرائحة، والثالث السخونة. فدم الحيض لونه أسود، ودم الاستحاضة لونه أحمر، ودم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق، ودم الحيض منتن، ودم الاستحاضة غير منتن. وهناك فرق آخر رابع ذكره بعض المتأخرين من الأطباء، أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجمد، وهذه علامة واضحة ولا يشكون فيها. فما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة أنها تترك الصلاة أيام حيضها، فإذا مضى قدر الحيض فإنها تغتسل وتصلي.